أسست أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2014 كجهة اتحادية مستقلة مقرها العاصمة أبوظبي. تساهم الأكاديمية في دعم السياسة الخارجية لدولة الإمارات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية. رؤية الأكاديمية بأن تكون مركز أكاديمي دبلوماسي ذو طابع عالمي يساهم في بناء الجيل القادم من قادة ومفكري السياسة الخارجية للدولة. تقدم الأكاديمية بوابة مميزة للراغبين في صقل مهاراتهم الدبلوماسية والقيادية واكتساب المعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في عالم الدبلوماسية. تركز الدورات التدريبية التنفيذية التي تقدمها الأكاديمية على الابتكار والتركيز على العالم المعاصر بما يلي احتياجات الدبلوماسيين والقادة، ومن خلال هذه الدورات يكتسب المشاركون مهارات التواصل الفعال، وتعد البرامج المخصصة أداة فعالة تسهم في رحلة التدريب والتطوير للمؤسسات.